فالشخص الذي يعرف هذا ويعتمد عقيدة غير عقيدة ابن الحسن الأشعري، يعتمد عقيدة تحمله على سب الأولياء والصالحين أو تكفيرهم أو تكفير المسلمين أو سب أو شتم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بذلك يعتبر أنه عرض عن نعمة الإيمان الذي في قلبه للزوال. وكثير ما يختم بهذه النوعية من الناس على سوء الخاتمة، أعاذنا الله من ذلك. وقد وقعت حوادث كثيرة لهؤلاء الذين يعتنقون العقائد المضللة والعقائد الفاسدة، أنهم في آخر لحظة من سكرات الموت تعرض عليهم كلمة لا إله إلا الله فيرفض ويقول نو لا أتكلم بها أبدا، حتى تزهق روحهم فهو قد ارتد عن الإسلام. كل هذا ليس لذلك شيء إلا العقيدة الخبيثة التي هو اعتمدها على ضلال واعتمدها على خطأ خيرت أثبت منه الإسلام كله. فالحذر الحذر الأول أن تكون مثل هذا. وضعت من جملة الحوادث التي وضعت هذه النوعية من الناس أن شخصا احتضرته الوفاة في حادث سيارة، وكان يسجل أغنية في سيارته، فلما حصل له حادث السيارة الخطير أدركه الناس وهو في آخر لحظة فقال له لا إله إلا الله، وهو يقول لهم ما أحسن الأغنية الفلانية، يا خير أغنية حلوة، وهكذا حتى مات على ذلك. وشخص آخر ابتلي بسب الصحابة رضي الله عنهم، لما حضرت الوفاة لقينا لا إله إلا الله فأبى ومات على خاتمة جميعا. قال صلى الله عليه وسلم الله الله يا أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.